تعرف الطريق إلى المرمى، قدم تطلق صواريخ باليستية كما شاهدنا الهدف الصاروخي لدى اللاعب أيمن سعيد في لقاء الأمس أمام الإنتاج الحربي في الدقيقة 89 وقبل النهاية الأول. إذن التعادل يسيطر في الشوط الأول. مشاهدينا جاءت الرياح البيضاء لتعصف بالسفينة الخضراء. شرف المحاولة أن ينول هاني، شرف المحاولة أن يبحث عن إبعاد الكرة، ولكن غضب يأتي، الغضب يأتي. والله الأجيال لعب أحسن، والله الأجيال الأجيال لعب أحسن. حرام عليكم. والله العظيم حرام عليكم بجد. المباراة بالتأكيد هتتغير مع أواخر الشوط الأول، والتعادل يأتي، والتعادل يأتي. إنها ضربات الرأس يا عزيزي، إنها ضربات الرأس القاتلة، عرضية بالمقاس ثم ضربة راس تسعد كل الناس. بص محمد عامر بيعمل ايه، بص هشام، هشام هشام، بص محمد عامر بيعمل ايه، بص صلاح حبيب الدبلو
يا ابن حميد البلد. البلد الاصيل اللي بيحب النادي من قلبه، واحسن ناصر وهشام حسن وابراهيم شعبان وكل الدنيا، واسم محمد كابر طلحه حلو الشعب. انا بقول اسم محمد حرشيني عطل الناس محمد عزي حمالك العزي حمالك نور اللي قلبه تتل دي بيمبو ايه ايه اللي اتحد وبنحبوه مش هينزل لغايه العمر ما ينزل ان شاء الله مش هينزل. الاتحاد تاريخ، الاتحاد تاريخ بجمهوره، عمر الاتحاد ما هينزل. شكرا. Brazos, vamos, amor.